اول شيء مشكورين على الاستضافه هاي وعلى هالبرنامج الجميل. يعني انا حمد البلوشي، طبعا مهندس الكترونيات، متخرج من استراليا بكالوريوس، وعندي ماسترز من مصدر واللي هو جامعه خليفه حاليا، بعد في الالكترونكس. فاي هاف ا لوت اوف فاشن الكترونكس، يعني شغفي في الالكترونكس. عشان شي بتلاحظون شيء غريب ان انا اسوي اصلا other things which is board games، بس this is another passion I have. يعني I love two things. Okay. Electronics and board games, card games، هاي الاشياء يعني. يعني انت كبدايتك ك engineer, electronics engineer، شو ال passion اللي خلاك يعني تدخل على طول في البورد جيمز؟ ولا انت يعني كنفسك تحب العاب تلعب العاب، ولا بس هي البورد جيمز؟ انا عن نفسي اوكي، كيف انا بديت اصلا؟ طبعا المشروع اشتو جيمز اللي انا بديته، بس كيف بديت اصلا؟ انا احب الالعاب اصلا، البورد جيمز. دائما لما يكون فيها معاد في الاهل في البيت وهاي الاشياء، تشوفوني اشتري العاب غريبه من امريكا، من دول برا، واجيبها ونلعبها. بس دائما كنت احس ان فيها شيء ناقص، ان ما فيها اللمسه الخليجيه، ما فيها اللهجه الاماراتيه، ما فيها يمكن اشياء تناسب ثقافتنا. فدائما كنت احس ان في شيء ناقص. ولما نشوف الالعاب اللي كانت باللغه العربيه وقتها، انا طبعا بديت 2018 في H2 Games، ولما كنا نشوف الالعاب اللي باللغه العربيه كانت دائما ما تكون بالستاندرد والكواليتي اللي الالعاب الاجنبيه اللي تحصلونها في المحلات الكبيره، تدخل بوردرز هامليز ولا الالعاب اللي جايه من دول برا تكون ديفرنت كواليتي ستايل، وهي الاشياء تكون فيها يعني تركيز عالي في التصميم. فقلنا لا، لازم نسوي هالستاندرد بس اشياء اللغه العربيه وكرييتيف، نكون يونيك يعني. طيب بخصوص الالعاب، يعني حكم ان انت ما كان عندك خبره في هذا المجال، كيف قدرت تصمم اللعبه؟ يعني انا قاعد افكر، طب انا من شخص عادي احب العب اللعبه بس ما حعرف اصمم اللعبه، صح، احط قوانين، بس لان هاي هوايه فيصير الموضوع شوي اسهل، لان هي هوايتي اصلا اللي هي احب العب الالعاب البورد جيمز، فانا اصلا فاهم كيف العاب تلعب. فالقوانين هذه انا يعني دائما اشوفها واركز عليها، ودائما احصل تريكس في اللعبه. بتشوفوني دائما لما العب مع احد، اول ما امسك اللعبه اوكي اي فايند الليك اللي في اللعبه اللي اي كان اكسبلويت وافوز. صح صح. فعندي عندي هالطريقه التفكير، يمكن مهندس بعد لها علاقه. أيوة ما اعرف. صح. فهذا يعني انت تقدر تقول كانك يعني تقدر تكون محقق الغاز من عندك، وتقدر ها تروح وترجع. اوكي، تقريبا ما في لعبه قاعد تنبسط فيها لفتره طويله، لانه خلاص على طول بتفهم اللعبه وتسنوفن انيمال. انا ما يخلوني اشوف التعليمات قبل ما نلعب اللعبه. لما العب يا اهلي ما يخلوني، يقول انت ما اشوف الكروت، اقول لهم بس بحسب كم. يعني تعرفين لما يكون ارقام ولا شيء، افتح اللعبه واشوف كم رقم 7 كم رقم 6 عشان بس افهم البالانس وقت اللعب، اقدر شوي استخدمه في الفوز. لكن ما يخلوني، يقول انت ما تشوف اللعبه، بنشرح لك القوانين الاساسيه بس. انت كيف يقولون انت التشيت كود؟ التشيت كود يعني. اوكي، فهذا اللي يصير دائما. وبعدها طبعا بدينا موضوع، طبعا اول شيء انا ما تشجعتني اسوي العاب بورد جيمز، لكن دائما اهلي كانوا يقولوا لي انت دائما تسوي هاي، تجيب لنا الالعاب الحلوه وشي، وتسالين ليش ما تبدا، ليش ما تبدا؟ تمت فتره يسالوني هالسؤال، ليش ما تبدا؟ ما اعرف شو صار فجاه. اوكي اي ديسايد ليتس ستارت، يعني ليتس ستارت، ليتس دو سمثينج. كيف كانت اول فتره بدات فيها انه انت صممت اللعبه وطلعتها وبداتوا تلعبوا؟ هل كانت تجربتها مع العائلة في البداية، ولا جربتها مع كلاين حقيقي؟ لا، أول شيء كلها في البيت مع العائلة. طبعاً أول شيء اللعبة لما نسويها، إذا بنأخذ steps، نبدأ طبعاً أول شيء بالأيديا والفكرة، ويمكن إذا في message that we want to deliver، هل هو بيكون في شيء يعني we embed a message، أنه تبغى تعلم حق مثلاً لعبة رحالة عندنا، فيها المسج اللي هو نسميها قطاعات ذات أولوية ابتكار في دولة الإمارات، اللي تركز عليها الحكومة الإمارات سنة 2071. ففي مسج we want to deliver، بس في نفس الوقت we don't want to deliver it بطريقة أنه ما يكون ممل. إيه، لازم نسوي ميكانيكس around it that makes the game fun، بس في نفس الوقت if you read the cards or if you look into the details you will find مثلا أشياء لها علاقة بالإمارات والحكومة الإمارات ورؤية الإمارات في المستقبل. طبعا بدينا اول شيء لعبه تعرف عقالك، اشتهرت وايد. أيوة. ليش اخترناها هاي تحديدا؟ لان الفئه العمريه كبيره جدا، ونحن كمشروع يعني في اول شيء، طبعا انا ما عندي خبره في البزنس، نبدا بالبدايه انا ما عندي خبره في البزنس، ولكن لما بدينا في اللعبه هاي قلنا لا، احتاج لعبه تشمل الفئه العمريه كامله، يعني من الصغير للكبير، عشان تسوي امباكت كبير يعني للناس ويعرفونا، وفي نفس الوقت الفئه العمريه، وطبعا تكون فن وسهله. هاي سهلة طبعا، لازم نحط عليها 100 خط،
أنا سهلة عندنا نحن في مجتمعنا جدا مهم، الناس ما يبون يتعلمون شوي ياخذهم وقت، ما يبون يقرون التعليمات كذا. صح. فالحين أنت قلت من 2018 بديت يعني بالاستراتيجيز وطلعت الألعاب وكذا، بس متى كانت رحلتك ويا محلي؟ يعني متى بالضبط قلت أنا أبا أدخل في نون، أبا أشارك في برنامج محلي وأكون بايع على نون؟ يعني وين يتلك، أي شو الفترة اللي يتلك أنك أنت قرار؟ صح. ما شاء الله نون محلي هم اللي وصلوا لنا بأسرع طريقة ما شاء الله، من أول ما بدأوا نون محلي أعتقد بدينا من كم سنة؟ نعم. بدي أول ما بدينا ما شاء الله نون محلي سوونا دعم كبير يعني، ما قصروا ما شاء الله، يعني هم اللي بادروا إنهم يكلموني، وهم اللي بادروا إنهم يتواصلوا معي وتواصلوا وسهلوا الإجراءات كلها، وبالعكس زادت المبيعات عندنا بشكل كبير مع نون محلي، خاصة إن كان في تركيز على المنتجات المحلية وصار لها فقرات خاصة وصار لها قسم خاص في الموقع، فهالشيء وايد ساعدنا بشكل كبير إن نكون متواجدين في كل مكان. ونون طبعا كل حد يعرف الحين نون، كل حد يبغى يشتري شيء أول شيء بيقول لي نون. أمس كنا في البيت أعتقد كنا نبغى بطارية قالوا نون منت فنون ما شاء الله يعني ما قصروا معنا في هالموضوع، ونون دخلنا نون محلي وصراحة كان شيء كبير. حتى موضوع الكاتيجوريز اللي داخل نون محلي، كنا في البورد جيم كاتيجوريز صور ألعابنا، صح، فكان شوي هذا شيء ساعدنا وايد في الانتشار. ممتاز. طيب بخصوص البداية معانا في محلي، لما دخلت المنتجات قبلها كنت، قبل لا تدخل المنتجات في نون محلي كنت تبيع أونلاين، صحيح؟ صح. طيب أنت تجربتك أول حاجة بدأنا من أنه حضرتك ما عندك experience أو خبرة عالية في مجال الألعاب، بنيت خبرتك في مجال الألعاب وعملت لعبة، بعدين انتقلنا لمرحلة البيع. لما بدأت تبيع أونلاين إيش الخطوات اللي حسيت فيها صعوبة؟ في نفس الوقت لما دخلت في محلي حسيت إنه هذه الصعوبة راحت. أوكي، أول شيء بالنسبة للصعوبة الأونلاين خاصة في مجال البورد جيمز، صعوبة الأونلاين في مجال البورد جيمز إن أنت ما الناس ما يقدرون يمسكون المنتج أو يشوفونه أو يجربونه، فهاي أول صعوبة في الأونلاين. يعني أنا لما انت تبيع اونلاين الناس خاصه البورد جيمز يبون يشوفونها، فسهوله البيع يمكن في المعارض اسرع عن الاونلاين في الموضوع. لكن مع نون الحمد لله، مع نون نحن محلي حتى شاركنا في عديد المبادرات اللي هي كانت في دبي مول، وهالشيء ساعد ان الناس حتى نقدر نصور الناس وهم يمسكون الالعاب وهم يلعبون، فهالشيء كان دمج الاونلاين مع المشاركه في الايفنتات هذه هي اللي خلت يعني الالعاب توصل بسرعه. فهاي يعني كان في تشالنج وتخطيناه عن طريق المشاركات هذه، يعني تقدرين تقولين. بس يعني أنا سؤالي الاسم، ليش H2 Games؟ شو يعني شو؟ الرايم حلو يعني، الرايم حلو واسمي حمد H makes sense يعني. والتو ترايمز H2 Games يعني ما فكرت يعني تطلع اسم ثاني، اسم يعني إذا الناس شافوها يقولون أوكي واو شو هالبراند؟ يعني هو المفروض هو حاليا لانه خلاص بدا البراند استوى، مو بنا يعني لا تحس ان الاسم مو بوكي، لا وايد، لا هو اصعب شيء الاسم في المشروع ترى. حتى اسامي الالعاب لو تلاحظون اسامي العابنا اذا شفتوهم تعرف عقالك يا فاهمني رحاله الجمس ديك ضاع ديك ضاع. صراحه الاسامي مر شيء يخليك تقرر هذا الاسم، يعني على ايش بتعتمد عشان تسمي اللعبه؟ نحاول نخلي شيء، لان الالعاب اماراتيه نحاول نخلي شيء اماراتي شيء خليجي. يعني لو تلاحظي مثلا المصطلحات اللي استخدمناها مثلا تعرف عقالك يا فاهمني ديك ضاع، ديك ضاع طبعا هي شيء مشهوره وغنيه قديمه وشيء، فهذا هو ديك ضاع يا فاهمني. يعني شو بعد نحاول دائما نحط الاسامي شيء عربي يعني شيء خليج. ممتاز. طيب بعيدا عن الالعاب شويه، نتكلم عن المتجر. عندك متجرك اونلاين وكنت تشارك في معارض قبل كده، لكن هل عندك وظيفه اساسيه بتعتمد عليها وفي نفس الوقت بتشتغل في الاونلاين ستور؟ نعم، انا اصلا لاني مهندس فانا داوم في القطاع الحكومي كمهندس، وهو جانب اخر لان عندي هالبزنس يعني، والحمد لله مو بس هالبزنس، هسه احاول بعد ان نسوي اكثر من مشروع يعني استغل فيها المهارات اللي امتلكها. يعني انا عندي الحين اللي هو حبي اللي طبعا احاول دائما ادخل في المجال اللي احبه. دائما تدخل في شيء في مجال تحبه يمكن ما تتعب، تواجه التحديات بشكل اسهل لان دائما في تحديات. واذا انت تحب البورد جيمز، التحديات اللي واجهناها في تصميم البورد جيمز كانت وايد كبيره، فلاني انا احبها استمريت.
لكن لو كان كنت ما احب هالمجال كنا بنوقف. نفس الشيء بالمشاريع الثانيه اللي هي انا احب الهندسه، فاحاول مشاريعي تكون لها علاقه بالالكترونيات والتكنولوجيا والهندسه. فالحين بادين ان شاء الله مشروع ثاني بعد لها علاقه بالتكنولوجيا. طيب ادينا نبذه عن المشروع. فكره الحين طبعا انا مهندس الكترونيات، فانا وربيعي يعني صاحبي معي هو بعد مهندس الكترونيات او كهرباء، فقررنا ان نسوي شواحن سيارات كهربائيه، تصميمنا وصناعه اماراتيه ما شاء الله. وي كولت يعني شرار انجينيرنج سولوشنز، شرار اسكم في خبره في الاسامي. هي شرار شرار هي شرار سبارك يعني. ف ان شاء الله ما نسوي شرار في السياره يعني، بس انه فهمت الفكره. بس الحين انت بس بدينا يعني المشروع، بدينا المشروع عندنا شواحن كهربائيه يعني سيارات كهربائيه نبيع، موجوده الحين تقريبا كملنا السنه ونبيع على البيوت وهاي الاماكن يعني، والحمد لله يعني في نجاح في المجال. وياسين نحاول الحين نشوف الجهات الشركات والجهات الحكوميه ما شو الاشياء اللي يحتاجونها من ناحيه الشواحن الكهربائيه والانظمه هاي الذكيه، ونوفر لهم اشياء مثل هذه. طبعا يمكن يختلف الكاستمر، لما يكون الكاستمر بيت ولا هوم يحتاج شاحن بلاج اند بلاي، بس لما يكون الكاستمر شركه وهاي يحتاجون اشياء مختلفه يعني. بنحاول نسوي نرضي الكل يعني، بنسوي منتجات الرود ماب الايند ويا هاي الاحتياجات. بس الحين اذا انت عندك يعني فور اكزامبل عندك كل هالبزنس، كيف يعني انت you save your time. هذا سؤال صعب. سؤال صعب. سؤال جدا صعب. يعني عندك نقدر نقول عندك أهل، عندك الشغل الدوام، وأنت موظف في نفس الوقت، وعندك الجيمز والنيو بروجكت كومينج أب سون. هذا أنا بعد أسأل نفسي، بس جدا صعب صح. هذا أصعب، أتوقع هذا أصعب شيء في المشروع بشكل عام أو المشاريع اللي أسويها، لأن تحتاج توزع وقتك. فلازم شو أسوي؟ أنا أحاول قد ما أقدر كل يوم أقول أوكي هذه مثلا 8 ساعات العمل، عندي ساعتين بخليها او ساعة بخليها لهذا المشروع وساعتين بخليها لهذا المشروع كل يوم، ووزع وقتي في كل يوم بهالطريقة يعني. احاول بهالطريقة، والاهل يكون عندهم هالفترة. فصعب بس دوبل، بس وايد صعب تشالنجينج. في ناس يمكن ما يقدروا يتحملون هالروتين يعني، وفي ناس تايم مانجمنت هو الكي. الكي طبعا، بس وايد صعب. ما نقول انه سهل يعني. حتى من فتره في اونلاين اي اي تايم مانجمنت جربته، وصلت لهالمرحله. في برنامج معك ولا لا؟ ما قدرت احط، هو بس توضع التاسكات في البرنامج وهو بالذكاء الصناعي يوزع لك هذا. لكن ما جدت الاشتراك بعدني، بعد اجرب مره ثانيه. ما لقيت وقت اجرب. طيب ممتاز. يعني السر انه انت تتبع حاجه انت تحبها، شغفك وتنظيم الوقت، عشان تقدر تنفذ مشاريع كثير زي ما حضرتك سويت. صح. وطبعا تكتسب المهارات مع هذا يعني. مثلا انا ما اعرف شيء في البزنس، كنت تحاول قد ما تقدر تتعلم يعني. لازم تتعلم هاي المهارات، انك تقدر تسوق للمنتجات وهاي الاشياء. هاي الاشياء انا ما عندي اي خلفيه سابقه عنها، فلازم تطور مهاراتك. طيب هل تحس انه انت شويه بدات تتعلم بعد ما دخلت في محلي؟ لانه احنا مثلا الهدف الاساسي من مشروع محلي ان احنا ندعم المشاريع الصغيره، والدعم يكون انه احنا نعلم البائع، نطور البزنس. فايش اللي حسيته تغير معاك؟ صح، هاي الاشياء اللي هاي الاشياء اللي في محلي هي ساعدت بشكل كبير موضوع البزنس بارت. يعني البزنس بارت انا ما اعرف فيها. موضوع البزنس بارت اللي هو الموضوع الفاينانشال وهاي الاشياء، الاشياء اللي في الداشبورد مال المحلي تعلمك وايد امور يعني يمكن ما تعرفها في البزنس، فتساعدك في موضوع الماركتينج، في موضوع الكامبينز، موضوع لها هاي الاشياء اللي ما كنت اعرفها. تتعلم محلي يعني يعطيك اكسبوجر تتعلم هاي الاشياء. طيب حلو. حسيت في مرحلة التعلم حسيت إنه الموضوع سهل وأنت كنت مصعب على نفسك، ولا لقيته فعلا صعب وأخذت وقت عبال ما تقدر تتعلم؟ هو مش صعب، لكن يحتاج وقت تتعلم. الوقت هو الوقت مهم يعني، تحتاج وقت. لازم you invest some time إنك تتعلم الأمور هذه، لو كان سهل أو صعب حتى أنت لازم تضيع. بس هو كان يعني سهل، وفي يتطور مع الوقت، خاصة محلي نحن بدينا في البداية، ومع الوقت ما شاء الله صار البرنامج نفسه والها صار في تطور كبير من اول يوم. يعني لو تشوف الحين ترجعون اول يوم محلي ومحلي حاليا البرنامج تطور على مراحل. انا سؤالي يعني الحين انت شفت شو هي الموارد اللي عندنا في محلي، ونفس ما قلت الداشبورد والكامبينز وكذا وكذا وكذا. يعني انت كمهندس وشخص يعني مع بكالوريوس ما شاء الله،
تحس ان انا اذا انا كنت شخص ما لي علاقه في التكنولوجيا، ما لي علاقه في يعني تعرف سيستمز وكمبيوترات، تحس ان انا اقدر ادخل في محلي في نفس الوقت، يعني اقدر اكون بايع وما راح الداشبورد ما راح يكون صعب علي. لا بالعكس ما شاء الله المحلي عندنا الاكونت مانجر وهذول اللي ماسكين الاكونت ما قصروا معانا، فهم بيساعدونك بشكل كبير يعني بيساعدونك في كل شيء، حتى في اذا واجهت اي صعوبه تتواصل مع نون محلي ما شاء الله هم اللي بيساعدون في المجال، فحتى لو ما تعرف ولا شيء اتوقع الموضوع سهل اللي ما يعرفون. اني تايم خلاص واتساب واتساب صح. طيب ايش في مثلا نصيحه تبغى تقدمها لاحد حابب يفتح بزنس، ما عنده اي بزنس ما عارف ايش يبدا، كيف يبدا، ستيب 1 ايش هي لو تقدر تنصح؟ اوكي اول شيء يمكن ننصح اذا يبدا البزنس حسب ياخذه من طريق اول شيء موضوع انه يكون الشيء هذا هو يعرفه وحاب انه مجال يحبه اول شيء، هذا اول نقطه. يعني ما يصير يدخل، انا مثلا ما اعرف شيء في الكوفي ولا احب اشرب كوفي، ما بصير افتح كوفي عرفت، فهذا لا علاقه. يعني اذا تعرف اللي تحب المجال اوكي هذا اول شيء. النقطه الثانيه ممكن على طول تدخل في موضوع نون، وها في دعم بشكل كبير يعني ممكن يساعدك في انك تتعلم كيف تبدا اونلاين، حتى لو ما بعرف، خاصه لو منتجاتك ممكن تنباع اونلاين، تبدا على طول في تسجيل في نون محلي ولا تسجيل في المنصات الاونلاين وتبدا تبيع منتجاتك هناك. بالعكس بتتعلم وايد في هاي المرحله، ومسهلين الامور ما شاء الله، اسهل عن قبل، توصل للكاستمر بشكل سريع، خاصه لو كان منتجك يونيك وفريد من نوعه، بسرعه بتوصل في السوشيال ميديا وفايل فيديوهات وهاي الاشياء، بسرعه بتوصل كل واحد يخبر الثاني. بس ذكرى يعني لحد الحين هي في مخك ما تطلع من ما بديت في البزنس. السؤال الصعب وايد ديب السؤال، لازم تفكير. يعني شيء خلاك يعني تكون واعي في الليل وما خلاك ترقد، او شيء يعني خلاك تنام وانت مرتاح خلاص، يعني I have made it in life يعني من ما بديت في البزنس، تعرف هل سويت فيكتوري، اول سويت فيكتوري سافكر فيها الحين، فيها وايد، بس سافكر في اعتقد فيه سيارات الذكر المثال الصح مو بلا في يعني من القلب your feelings شو حسيت؟ انا يعني اكثر شيء انا يعني يمكن اللي في شيء واحد، ان انا لما اودي الالعاب شيء غريب شويه يمكن، انا دائما اجيب الالعاب قبل ما تنزل في السوق، يعني عندي انا في البيت خاصه مع الاهل، ف في العاب حتى ما نزلت هنا موجوده، فالاهل يشلون الالعاب هاي ويلعبونها مع ربعهم، يعني في البيت يشلون الالعاب صديقات والربع هاي يلعبون معاهم، وكانوا يعطوني دائما كومنت، ان يعني في كومنت واحد يعني شيء انا جذب انتباهي وعليك في مخي، يعني انا كانوا يقولون له شكرا انكم لعبتونا هاللعبه تخيل يتجمعون مع ربيعاتهم وها يقولي شكرا انكم لعبتون هاللعبه، هاي مش موجوده في السوق فكانوا يشكرونهم يقولون الصراحه وكل مره لازم تجيبون هاللعبه هي، فهذا احس شيء فخر، حسيت انه يعني اوكي سوينا شيء، احس انه اوكي ياثر في الناس، ياثر فيهم انه التجمع ها ما كان تجمع عادي، كان تجمع وفيها اللعبه خلتها مميزه، واستوت لها في كم لعبة قبل ما تنزل، الحين في لعبة مش نازلة وصار هالإمبريشن، فأنا فرحان وايد من هالإمبريشن، بس ما نزلت اللعبة بعد. الناس يذكرونك بالخير صراحة، أنت موجود في كل اللحظات السعيدة في الجمعات العائلية ما شاء الله. هذا اللي نحاول نسويه وهذا كان شعارنا. يعني أتوقع أنك نجحت، لأنه أول مرة جربت فيها اللعبة هذه، اللعبة هذه سافرت معايا، كل ما اروح مكان اخذها معايا لعب الناس، وكل يعني تقريبا سرقوها مني لاني ما لقيتها، لانه اللعبه فعلا زي ما انت ذكرت في بدايه المقابله تنفع لكل الاعمار، يعني الام والبنات والاحفاد كلهم في نفس القعده قاعدين يلعبوا هذه اللعبه، فصراحه لك الحق انك تفتخر، وشكرا انه انت لعبتنا هذه الالعاب والله لازم تجربون العاب جديده ان شاء الله. بعد عندنا لعبة الجمس، آخر لعبة نزلناها هي لعبة الجمس، ناويين عليها. الجمس فيها معالم دبي وفيها هي فيها برج خليفة وفيها ها نفس يعني لعبة الجمس، طبعا تعرفون الجمس صح؟ سيارة الجمس زين طبعا هي اللعبة هي عبارة عن توصيل لشخصيات مهمة بسرية تامة، هي فكرتها يعني
زين فيها شخصيات، فيها بطايق شخصيات، وفيها معالم سياحية في دبي اللي هي برج خليفة، متحف المستقبل، كايت بيتش، والأخير الأخير شو؟ مارينا جي بي آر. بنكتشف لما نلعب اللعب. عين دبي. عين دبي. أوكي. عين دبي. زين فتوزع الأماكن هذه على الطاولة، وكل لاعب يكون عنده شخصية أمامه مكشوفة باسم شخصية، طبعا شخصية هذه اسمها تضحك وحلوة شكلها يعني، فلازم تشوفونها. زين الشخصيات عندك، وشو تسحب كرت شخصية وكرت لوكيشن. الكرت الشخصية اللي بتطلع لك أنت، مثلا طلعت لي شخصيتك محمد، زين شو لازم أسوي الحين؟ أنا بسرية تامة لازم أغمز لك ولا أشر لك بدون ما سارة تشوفنا. زين أنا غمس لك، أيوة أنا غمس لك وسارة ما شافت. زين أنت شو لازم تسوي؟ طبعا أنت نفس حالتي، بيكون عندك بطاقة شخصية وبطاقة لوكيشن مكان برج خليفة مثلا عندك. فأنت شو لازم تسوي؟ أنت بعد ما عرفت أن أنا غمس لك وعندي شخصيتك، لازم تأشر لي على برج خليفة موجود على الطاولة، هو بيكون كمجسم، تأشر لي على برج خليفة بدون ما سارة تشوف أو أي حد ثاني يشوف. بدون كلام. بدون كلام. بأي طريقة تسوي لي شيء، تسوي لي شيء، أي شيء بصبعك ما انتبهت هي. طبعا هي إذا شافت، هي عندها ناس كوينز يسميها كوينز الاعتراض. إنزين الاعتراض على المهمة. فشو تسوي؟ مسكته حمد يغمز لمحمد وتلعب ببطاقة الاعتراض. إذا فعلا أنا غمس لك وطلع عندي شخصيتك، هي تأخذ النقطة عني. لكن إذا ما كشفتنا، طبعا في سيارة جيمس تمشي في السيارة في الملعب كأن دورنا يعني. لما توصل للجيمس عندي أنا، شو أقول؟ أنا وصلت محمد برج خليفة، وأكشف بطاقتي بطاقة محمد، وأنت تكشف برج خليفة، صح؟ أنا وأنت نحصل نقطة. واللاعب اللي يسوي هاي، طبعا اللعبة تضحك، مشاكل مشاكل وتغمز وهذا مسكتها دخيتك غمز. اللعبة حلوة. ليالي رمضان إن شاء الله. والله تحمس صراحة. طيب بما أننا نتكلم عن الألعاب، خلينا نلعب لعبة شوية غريبة. حنسألك أسئلة لازم ترد في أقل من 5 ثواني. أوه هذه الألعاب أنا ما أحبها. أول ما يعني حتى ما تفكر بالجواب، أول شيء بيخترع بينك تدخل بتجاوب عنه. هاي حسب سوي، هاي سوي مشاكل أكثر من ألعابي. إحنا كمان نسوي ألعاب. هذه عندي صار. أوكي. هذه عندك. مستعد؟ واحد. ما أعتقد بكون مستعد إذا 5 ثواني. هذه يا ألعابنا لو سمحت، هذه قوانين اللعبة. يلا 1 2 3. إيش أكلتك المفضلة؟ أوه ما أعرف. باستا. أوكي. إيش تحب تسوي في وقت فراغك؟ أنا أشتغل ما أعرف. ألعب. أقول ألعب. أنا كنت بس تقول بشتغل بس عقب. أوكي خلاص نعدي لك. هي قهوة أو شاي؟ شاي. أوكي مسهلة. إيش رأيك في الماتشا؟ آه شو هذا؟ شكرا. طيب إيش رياضتك المفضلة؟ كرة، كرة القدم. في سؤال عندك غريب؟ ها؟ مدريد ولا برشلونة؟ برشلونة على طول. طيب في سؤال غريب، إن شاء الله يكون عندك إجابة جاهزة لي. لو كان لمتجرك أو مشروعك أغنية، عفواً، إيش كانت هتكون الأغنية؟ عندي جواب أعتقد. ممكن عادي تكون إهداء. بما أن عندي لعبة اسمها يا فاهمني، فتكون يا فاهمني. إيش الأغنية هذه؟ لا ما أنا نفسي ما. أدينا مقطع منها لسؤال. روحي محافظة لها بس في غرية. تهدي مشروعك أغنية مش محافظة. ما عندي. خلاص أوكي. والله ما قصرت يعني. شكرا تسلم. وتشرفنا والله أخيرا. شرفنا. شفنا الشخصية اللي خلف هذا المشروع، وحلو إنه إحنا نشوف الشخص اللي بنى هذه الألعاب ووصل لنا هذه الروح الحلوة عبر هذا المشروع الصغير، وإن شاء الله نشوفه أكبر مشروع. وكمان نشوف مشاريعك الجانبية كبيرة. صحيح. وشرفتنا أستاذ حمد. شرفنا. شكرا لكم يا صلاح. هذه أول مرة أنت تي عندنا في المكتب صح؟ هي هذه أول مرة. شو رأيك؟ المكان جميل صراحة، حبيت المكان. أنا يمكن أشتغل عندكم هني خلاص. أكيد.